يوما بعد يوم، دقيقة بعد دقيقة، ثانية بعد ثانية، يتطور هذا العالم ويتطور معه الإنسان. الكرة الأرضية اليوم بين أيدينا، نقلبها كيفما نريد لنعرف أخبارها في الحين. صناعة الخبر اليوم أصبحت مثل صناعة محركات السيارات، تتنافس على السرعة والجودة والثبات. لكل واحد منا اليوم قصة يريد الجميع أن يستمع إليها بشغف. كلامنا أصبح رموزا وأشكالا، وكأننا عدنا إلى زمن بعيد. مبادرة هدرة ديجيتال، جلسة شبابية يؤطرها نخبة من الفاعلين في الإعلام الرقمي، في شقه الصحفي والتقني أيضا، سيحدثونكم عن صناعة الخبر وعن تطبيقاته، عن الحاضر والمستقبل وعن الشغف أيضا. تابعونا على خدمة البث المباشر اليوم الأربعاء 19 فبراير 2020 من الساعة 9 إلى 1 زوالا. كونوا عن قرب.